اهلا وسهلا فيكم احبائي متابعيني اليوم الفيديو عن اكلة محبوبة كتير الكبة المشوية بس بدنا نعمل الكبة المشوية مقلية كتير اكلة طيبة فخمة رائعة هنشوف كيف منشكل الكبة المشوية وهيك بيكون شكلها ما بتفتح ولا بتشقق سخنة مثل النار الكبة المشوية لازم اول ما نفتحها تطلع الشحمة والدهنة يعني أنا بالزور عم بقدر أمسكها لأنها سخنة كتير تكون الحشوة جوز ودهنة وشحمة يعني من أطيب الأكلات عجينة الكبة اللي أنا بستعملها بكل أنواع الكباب إن كان كبة مقلية أو مبرومة أو مشوية أو لبنية موجودة بتلاقوها بأعلى الشاشة بتلاقوها بصندوق الوصف فيديو كامل كيف تطلع معنا عجينة كبة رائعة كيف نخزنها بالفريزر وتبقى لوقت طويل كيف ما بتشقق معنا أبدا سهلة التشكيل تلاقوا الفيديو بصندوق الوصف رح نبدأ نحضر حشوة الكبة المشوية الكبة المشوية ضروري يكون فيها الشحمة الشحمة هي نوع من أنواع الدهن بيكون بشكل شبكة موجود إما غلاف على الكلوة أو داخل الأحشاء مبطنة للأحشاء تكون كمية قليلة منه بجسد الحيوان بنفرم الشحمة فرم ناعم هون عندي وقية من الشحمة وبدي أضيف عليها الدهن كمان الدهن بيكون مفروم فرم ناعم كمان وقية من الدهن أو ممكن تعملوا تلتين بتلت يعني تلتين شحمة تلت دهنة أو مثل ما أنا عملت نص بنص وأية من الشحم وقية من الدهن يعني ميتين جرام ميتين جرام حسب انتو شو بتحبوا ضروري تكون الشحم الشحمة طازجة يعني ما لا قديمة عندي هون بصلة كبيرة مفرومة فرم ناعم جدا وبحاول اتخلص من السائل او من مية البصل ما بدي سوائل داخل حشوة الكبة بدي هلا اضيف البهارات والمطيبات عندي اول شيء فلفل اسود معلقه صغيره من الفلفل الاسود بدي اضيف عليهم معلقه كبيره من الكزبره الناشفه المطحونه وهي الكزبره هي اللي بتعطيني الطعم المميز لحشوه الكبه المشويه معلقه صغيره من الفليفله الحمراء الناشفه وبدنا نضيف الملح هون انا ضفت أربع أرباع من المعالي يعني بيطلعوا معلقة كبيرة من الملح والملح حسب الرغبة هلا بدنا نضيف الدبس رمان الدبس رمان بدنا ثلاث معالق كبار تقريبا ما بدنا نكتر دبس رمان في حال لقينا دبس رمان عنا كتير سائل او حموضته قليله ما بنكتر دبس رمان حتى ما تفتح معنا الكبه بنضيف رشه ملح الليمون او حمض الليمون يعني ما بدنا سائل كتير بحشوة الكبة المشوية ضفت هون كوب من الجوز المفروم فرم خشن ممكن نضيف أي نوع من أنواع المكسرات مثل الصنوبر وغيره وآخر شي ضفت رمان اختياري بس بيعطيني شكل حلو وكمان طعم كتير طيبة وبخلط الحشوة مع بعض بخليها بالبراد لحتى ترتاح رح نبدا بتشكيل كبه عندي هون نصف كوب من الماء مع معلقه كبيره من الكورن او النشا هاي عجينة الكبة جاهزة وبتلاقوا الفيديو بصندوق الوصف طرية أنا بخزنها بالفريزر بهذا الشكل وعندي قطعة من كيس نايلون أو نايلون غذائي ببلل إيدي بالماء والكورن وبحط شوي منها السائل على قطعة النايلون وببدأ بمد بين طبقتين من الكيس النايلون إما بمد بإيدي أو ممكن نمد بالشوبك بدنا دائرة تكون رقيقة الكبة المشوية طيبة تكون رقيقة بمسدها هيك بهذا الشكل هاي صارت عنا الطبقة الأولى كمان رح ناخد قطعة تانية من الكيس النايلون بللتها بالسائل الموجود عندي وبحط عليها قطعة من عجينة الكبة مسدها هيك بإيدي صار عندي الدائرة الثانية أو قطعة الكبة الثانية يعني الطبقة الثانية من الكبة رح أستعمل أي فنجان موجود عندي فنجان شاي الحجم أنتو بتختاروا حطيت أول دائرة من عجينة الكبة وبنزلها هيك شوي لتحت داخل فتحة الفنجان وببدأ بحط الحشوة من ملي الكبة بالحشوة وهلا باخد القطعة الثانية اللي عملناها من عجينة الكبة وبقلبها فوق هالدائرة اللي عملناها اللي حشيناها وعبيناها حشوة شوف كيف سكرت هلا الكيس النايلون راح حطه وشوف كيف بتتسكر معي بتسكر قرص الكبة بكل سهولة مجرد بضغط حافة الفنجان هي اللي حتقطع العجينة مجرد بضغط بإيدي وبشيل النايلون صار عندي لاحظوا انه ما شققت ابدا برفع هالقطعه اللي من تحت وبقلبها صار عندي قرص الكبه المشويه جاهز هلا ببلل ايدي بالماء والكورن بمسدا من كل الجهات خاصه من الاطراف هي الاطراف كلياتها منسكرة هيك ما بتشقق معنا اذا حطيناها بالفرن او حطيناها على المنقل او حتى قليناها مستحيل تتشقق معنا ابدا شكلها كتير حلو وطريقة كتير سهله للي ما بيعرف يحط إيه يعمل كبه المشويه بايده من غير قالب نفس الشيء حطيت القطعتين القطعه الفوقانيه مجرد بضغط على حافه الفنجان خلص بتنقطع عجينه الكبه وبيتشكل عندي القرص بكل سهوله هلا الكبه المشويه كلياتها صارت جاهزه اما مباشره بقليه او بشويه بالفرن او بالمنقل او بحطهم بالفريزر لحتى يتجمدوا بخليهم لوقت الحاجه اليوم انا بدي اقلي الكبه قلي كتير طيبة لما كمان بنقليها قلي وبتتاكل سخنة مباشرة بزيت نباتي غزير حرارة متوسطة بنبدأ من نزل راس الكبة بداخل الزيت شوفوا هلأ كيف ما بتفتح ولا بتشقق معنا أبدا إذا كانت أنا محتفظة براس الكبة بالفريزر مجرد بطالعة من الفريزر عشر دقايق بس بمسحها من التلج وبنزلها على الزيت الساخن وببدا بقلبهم داخل الزيت لاحظوا قد ما قلبتهم اذا عجينه الكبه عندي ناجحه ما بتشقق معنا ولا بتفتح معنا ابدا لحتى اخذ هاللون الذهبي الريحه حلوه كتير والطعم اطيب واطيب بس يصيروا هيك بلونهم الذهبي رح ارفعهم حطهم على مناديل مطبخ هالاكله لازم تتقدم سخنه يعني سخنه كتير كتير تطلع اطيب واطيب لانه الشحمه بتكون ساحت تقريبا بتصير سائله والدهنه بتكون سائله رح ارفعهم كلهم على منديل المطبخ وبنرجع بنكمل بكمل راس الكبه بحاول انه ما كتر عدد راس الكبه داخل المقلاه يعني اربعه ممكن ثلاثه حسب حجم المقلاه الموجوده عندي وبنكمل قلي الكبه المشويه هالاكله كتير طيبه اذا عاملين جنبها شوربه عدس اذا عاملين جنبها كمان شاور ما انا بحبها مع شاور من اللحمه مثلا وجنبها شوربه يعني اكله بتجنن وممكن ما نقليه ممكن نستعمل الفرن بالشوي او حتى على المنقل وراح انزلكم اياها بفيديو وهيك صارت كبتنا جاهزه جربوها بهالعجينه وبهالطريقة وشوفكم بالفيديو الجاي